Test! 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 Gazzemoni, test! السلام عليكم. اليوم غادي نديرو فلوغ على مدينة القدس، القدس القديم. هاد الحيوطة كيف ما كتشوفو دايرين على القدس القديم، المدينة كلها القديمة دايرة بهذا الحيط. غادي نمشيو نشوفو باب الأقصى، جامع الأقصى، قبة الصخرة، وغادي نوريكم حتى بلاصة فين المسيحيين كيقولوا دافنين عيسى عليه السلام، وفين اليهود كيمشيو يزوروا الحيط ديال الكعبة اللي حنا العرب حنا المسلمين كنسميوه حيط براق. غادي نوريكم المدينة من العلو، المدينة من الجهة الأخرى، وكتبان كلها. ونتمنى هذا الفلوغ يعجبكم. هذه مدينة القدس عجبتني بزاف صراحة، وخلات لي شي حاجة كبيرة في قلبي، وكنتمنى إن شاء الله تحسوا بيه تنتوما بهذا الفلوغ. كيف ما كتشوفوا دخلنا دابا من باب جفا، كيف يقولوا لي النصرانيين، ما عرفتش بالعربية بالضبط. هذه ابن الخطاب ستريت، هذا هو باب جفا. نمشيو للمدينة القديمة. تيست تيست، جمعة مباركة. تيست تيست. تيست. انا والزهر ديالي كيف ديما بدات كتصب الشتا كيف ما كتشوفوا. هذه هي الدخله ديال المدينه القديمه. انا دابا هذه هي الدخله ديال فين المسيحيين كيقولوا مدفون عيسى عليه السلام. من كاع الناس هنا بزاف المسيحيين كل عام يجيو يزوروا هاد البلاصة. تيست 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 تيست. مشى الميكرو يراضي. تيست اصاحبي. هذا اللي كنوري فيكم اخوتي هو القبر ديال عيسى عليه السلام، القبر اللي كيقولوا عليه المسيحيين بان قبر. يعني حنا عارفين بان الاسلام ما كنتيقوش بان عيسى مات، ولكن المسيحيين كل عام كل نهار كيجيو يزوروا هذه البلاصه كيف القبر ديال عيسى عليه السلام. انا خرجت من البلاصه المسيحيه، وغادي دابا نمشيو لحيط اليهود تولي ليكم. المهم هاد البلايص المسيحيين ديما كيجيبو لي القنط، يعني ظلام. كيف غنوريكم واخا اليوم كتصب، واخا اليوم كتصب، غادي نديكم قبة الصخرة وغتشوفوا الضوء اللي كاين في ديك البلاصة. يعني ماشي حيت انا مسلم ولا، ولكن الضوء اللي ديك البلاصة معجزة بزاف. كما كيف شفتوا هنايا الظلام والقنط والصوت ما كيخليكش ترتاح. انا بعدا ما كنرتاحش ليه. ان شاء الله غادي نوريكم دابا حيط اليهود، ومن تماك حيت هما في نفس البلاصة، حيط اليهود وباب الأقصى في نفس البلاصة. No flash. الحجرة اللي وريتكم هي فين المسيحيين كيقولوا
عيسى عليه السلام فاش مات كفنوه فوق هذيك الحجره وكاع المسيحيين كتشوف المسيحيين فاش قتلوه فاش كفنوه وفاش دفنوه في هذه الكعبه المسيحيين كيقولوا بان في هذيك الحجره كفنوه وهذوك اللي كيجيو يزوروا البلاصه كيجيو وكيدوزوا شي شراويط ديالهم كيدوزوا على ديك الحجره كلها وكيلبسوها المهم عندهم هما البلاصه بزاف حيت كيتيقوا كيف ما قلت لكم بان عيسى عليه السلام ميت كيتيقوا به ميت ماشي بحال كنديروا حنا الاسلام ديالنا كنقولوا الاسلام بان عيسى عليه السلام مرفوع غنوريكم حتى فين كيقولوا هاد البلاصه هي فين كيقولوا الرومان ضربوا عيسى يعني عذبوه قبل ما يقتلوه في اخر بلاصه هنا هنا كيقولوا فين عيسى عليه السلام علقوه فوق الصليب في هاد البلاصه بالضبط اخرا هاد البلاصه هي فاش نزلوه من الصليب وحطوه هنايا مسحوه من الدم وداك الشيء اللي كان وقع ليه فاش قتلوه يا خوتي كيف ما قلت لكم هي الحجرة فين كيقولوا كفنوا عيسى عليه السلام في الديانة المسيحية هذه الدخلة ديال باب اليهود ديال حيط اليهود كديروا في الصف الكونترولات صعاب باش تدوز تشوفوا الصف طويل غادي ندخل نوريكم كيفاش الدنيا هنا ملاصقة جامعة أحسن ملاصقة صورك نتكي قديم باكسة صورك شتوك دولة اخوتي هو حيط اليهود اليهود كيقيسوه كيتكاو عليه ما فهمش كيفاش كيديروا ليه دايرين ديك الرايه ديال راكم عارفين واللور الى بانت لكم هذاك هو جامع الاقصى كيبان لور الحيط غادي نقربوا دابا الحيط اليهود اللي كيسميوه حيط البكاء كيف ما قلت لكم هذا الحيط الدين اليهودي علاش هو الحيط اللي شاط من المعبدة ديالهم في القديمة فين كانوا كيشوفوا يعبدوا هو هذا الحيط كيف ما قلت لكم غنوريكم كيفاش اليهود كيمشيو يقيسوه وكيخليو فيه طروف الكعب فيهم الطلبات ديالهم وداك الشيء اللي كيتمناو من هنا جهة العيالات ومن هنا جهة الرجالة حاجة زوينة بغيت نعاودها لكم حكاية على هذا الحيط المسلمين وفي بزاف الحكايات كيقولوا هذا هو الحيط اللي احنا العرب احنا المسلمين كنسميوه حيط براق علاش فاد الحيط بالضبط نزل جبرائيل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه العود اللي غادي يطلعوا للسماء فاش غيتلاقى مع الله سبحانه وتعالى وقصات اخرين كيقولوا بان هذا هو الحيط فين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد براق باش يدخل القدس
جامع الاقصى. دابا غادي نديروا الدوره من الجهه الاخرى وغندخلوا غندخلوا الباب الاقصى فين كيكون قبه الصخره وجامع الاقصى. خوتي كيف ما كتشوفوا وصلت لقبه الصخره في القدس قدام باب الاقصى وجامع الاقصى. واحد ليموسيون واحد سنساسيون فاش كتوصل هنا عمرني ما حسيت بها في حياتي. هاد البلايص كنت كنشوفو معاه في لا تيليفزيون ولا في فيسبوك ولا في انترنت ودابا كنشوفهم هنا قدامي وشي حاجه زوينه بزاف. ثقوا بيا. المهم هاد الكونستروكسيون هاد الجامع سميتو قبه الصخره حيت الداخل كاين الصخره فين ابراهيم عليه السلام كان غادي يضحي ولدو ونزل عليه جبرائيل بالحولي. علاش سميتها قبه الصخره؟ تحت هاد القبه قد كاين الصخره فين كان ابراهيم عليه السلام كان يضحي ولدو. كاين واحد البرد مجهد الى ما سمع تقدر ما غتسمعونيش مزيان في هاد الفيديو حيت كاين البرد بزاف. الو الوليده. الو واقيلا مشى لي الميكرو. كتسميني؟ تيست الدراري. اليوم طلعنا القمه العاليه بغيت نوريكم القدس من لهلو كيف كيبان لكم. تماك كاين الجامع, تماك الجامع الاقصى كدوز من هنا باش توصل ليه. تحتو كاين الحيط ديال اليهود اللي كيبكاو عليه راهم كيبان لكم, وهنا كاينين المسيحيين. خوتي كيف ما قلت كنقول لكم هذه هي الصخره اللي تحت القبه, ومن هنا علاش سميتها قبه الصخره. وكيف وريتكم البلاصه فين تخيت يدي باش نقيسها وباش نزورها. دابا غادي نخرجوا وغنمشيو نشوفوا باب الاقصى وجامع الاقصى ان شاء الله. خوتي قبل ما نشوف شفت القدس في الشمس في الشتاء دخلت نصلي الاقصى خرجت تبروري الثلج كيطيح. تخيلوا هذا. دابا غادي نوريكم البرد والشتاء. حتى اليوم اللي بغيت ندير فلوق عاد الصباح البرد والشتاء. المهم غادي نعاود لكم واحد شي حوايج كيتقالوا على هاد البلاصه. يعني غنوريكم اللي كتبان لكم هنا. بكري كانوا يقولوا هذه هو الوسط ديال العالي ديال العالم. العالمين كانوا كيقولوا هذا تحت هذه القبه الوسط ديال العالم. احنا عارفين دابا شي هكذا غلط هاد الهضره, ولكن انا قلت لكم دابا قصه تاع على باب الاقصى. هذا هو باب الاقصى كيتقال فيه نهار القيامه. هنا غادي نتعبوا النفوس ديال البشر فوق الحكم. غندخلو نكورو دابا هي تيست على الله فاش نسالي الماتش يخدم. هذا اللي وريت لكم كيف قلت لكم هو جامع الاقصى. هاد القنطار اللي كيكون قبل منه قناطير هو باب الاقصى, يعني الباب اللي كيدخل للجامع ديال الاقصى. وبزاف كيغالطوا قبه الصخره اللي لوري مع جامع الاقصى, يعني كيصاحبوا هذا هو جامع الاقصى, ولكن بالعكس هذا هو جامع الاقصى وهذه هي قبه الصخره. ندخلكم تشوفوا الداخل. اليوم الشتاء والبرد الشعر الله يسر. المهم الدراري ليموسيون ديال نكون في هاد البلاصه كبيره بزاف كبيره 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 بزاف. وخاصكم تجيو تزوروا فلسطين وخاصكم تجيو تزوروا القدس وتشوفوا تتوب هذا الشيء وتهتموا بهاد البلاصه بزاف حيت مهمه على الاسلام ومهمه على الفلسطينيين ومهمه على الارض الفلسطينيه ان شاء الله.
زرنا اخوتي جامع الاقصى باب الاقصى وقبه الصخره بدات كتصب والتبروري. تخيل عمري ما شفت التبروري في القدس. هذه هي اللي كدي للجامع. غنمشيو دابا نرجعو للدار وغدا ان شاء الله غادي نمشيو نشوفو بيت الهم. بيت الهم بالعربيه اليهود كيسميوه باب الخبز لا بيت الخبز شنو نقول. وصافي هادشي اللي كيبقاو معايا حتى غدا ان شاء الله غنديروا نفس الفلوج على القدس وعلى بيت لحم. بيت لحم فيها شحال من حاجه زوينه. غنوريكم فلسطين، غنوريكم الكامب ريفوجي ديال الفلسطينيين بيت لحم. بقاو معايا اضماني. ليا يوم سقطوني ضربوني صريحت انت مخرب وانت انا عمري صغير بكو في جزء اما قبيله خيدوي نعم. رساله للشعب المغربي توجه للشعب المغربي، انتم اشقاؤنا في القضيه الفلسطينيه وانتم ما ناصرونا. شنو هو الحلم ديالك؟ انا بتمنى تتحرر فلسطين، كل الشعوب العربيه تيجي لنا على فلسطين. قناص اسرائيلي قاضي مغضوب قنصه براسه قنصه مقصوده على الراس قناص رصاص. اوكي واحد جوش ثلاثه نحب الشعب المغربي.